تمام لأننا سنتناول معك موضوع مهم جدا ومخيف، هو الموت المفاجئ لدى الشخص البالغ. أولا نحييك يا دكتور. صباح الخير أختي رشيدة، صباح الخير السادة، وصباح الخير المستمعين الكرام. طبعا هو ليس بموضوع مخيف بقدر ما هو يعني يدخل في الثقافة الصحية العامة بكل صراحة. كان استنكار من بعد إذا موضوع اخترت أنه موضوع مهم جدا بعد ما شفنا دكتور في حلقة سابقة الموت المفاجئ لدى الأطفال الصغار أو لدى الرضع. اليوم سنرى الموت المفاجئ لدى الشخص البالغ وأهم العوامل التي تتسبب في هذا الموت المفاجئ. حقيقة عندما نسمع بأن هناك خبر وفاة شخص يكون عمره صغير نحزن كثيرا، نقول يعني هذا جاي للدنيا، ونتساءل حتى ولو يعني يكون هذا الشخص بعيد جدا من سلة دموية، لكننا نتساءل لماذا مات هذا الشاب أو تلك الشابة. حقيقة موضوع مثير جدا. نتطرق معك مباشرة إلى ماهية الموت المفاجئ وكذلك الأسباب وكذلك أهمية القسم الشرعي في هذا المجال. إذن دكتور كمال جامع مختص في الطب الشرعي، سنتعرف اليوم معك أعتقد ما ينتظره المستمعين، لماذا نسمع بأشخاص عمرهم شاب ويموتون هكذا بدون سابق انذار بدون مرض مشخص من قبل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أختي رشيدة كما قلت سابقا، يعني تقريبا عندنا يوميا نسمع او نقرا في الجرائد اخبار عن اشخاص يعني يموتون هك فجأة من دون سابق انذار، والكل يعني يطرح هذا التساؤل، الشخص هذا يعني او كان بصحة جيدة ما كانش يعاني من اي امراض، كيفاه توفى؟ طبعا احنا نقولوا باللي اي يعني موت يعني موراها قصة، يعني تقريبا ما حتى القصة مختفية، يعني توجد قصة ولا سبب وراء هذا الموت. هو يعتبر يعني مفاجئ للناس والأقارب تاع الشخص هذاك، لكن من بعد يعني من بعد ما تظهر يعني التفاصيل يبان بلي الشخص هذاك ربما كان يعاني، وحين نفصلوا أكثر من بعد. لكن قبل ذلك أخت رشيدة فقط نقول باللي يعني قبل ما نوصف اي وفاه لاي شخص، هنا يعني كمقدمه للموضوع هذا، كاين ثلاث اشياء ولا ثلاث اسئله لازم يجاوب عليها اي يعني اي طبيب. ولا اول حاجه نحوسوا على سبب الوفاه، يعني لاكوز دي سي. طبعا هذا سبب الوفاه يعني يحددها يا اما طبيب يعني معالج للشخص يكون يعرف طبعا القصه الطبيه ليستوار ميديكال دي باسيون، او يتم تحديد سبب الوفاه من قبل الطب الشرعي بعد عمليه الشريح. هذه اول حاجه يعني سبب الوفاه. ثاني سؤال يجاوب عليه الطبيب هي كيفيه حدوث الوفاه، يعني لا مانيير دو ديسي، يعني كيف حدثت الوفاه، واش معناه؟ معناه انه هل الوفاه هذه يعني عندها اسباب طبيعيه ولا يعني تقدر تكون جنائيه ولا حتى اثر حادث او تكون اسباب غير محدده. وثالث سؤال يجاوب عليه الطبيب هو الاليه تاع الوفاه، يعني اليه حدوث الوفاه الميكانيزم دو ديسي مهم جدا. مهم منكم دكتور انه هذا النوع من الوفاه بالضروره انه يمر على التشريح الطبي يا دكتور؟ هو الموت المفاجئ، الموت المفاجئ يعتبر كما نقولوا بامتياز حالة تشريح طبي، يعني يعني احنا نتعاملوا كثير مع الحالات هذه، حالة الموت المفاجئ. هامش للشك في طبعا اي
نقولوا بلي اي موت مفاجئ يعتبر تقريبا موت موت مشكوك فيه يعني حتى تبان من بعد الحقيقه. نكمل لك اخت رشيده. ثالث سؤال يجاوب عليه طبعا الطبيب هو اليه الوفاه. اليه الوفاه هذه يعني احنا بعد ما يقوم الطبيب الشرعي باجراء تشريح طبي راح يقوم ب يعني ربط بين هل يعني صح هذوك العلامات ولا اللي ولا الاسباب اللي ذكرها الطبيب المعالج اللي حدثت الوفاه هل هي يعني تنطبق مع يعني واش شاف الطبيب الشرعي في اثناء التشريح ولا ما توافقش؟ يعني احيانا كاين توافق بين هذيك اسباب الوفاه اللي عينها الطبيب المعالج واحيانا ما توافقش يعني نلقاو اشياء اخرى وربما نروحوا حتى نلقاو حتى حالات يعني جنائيه. يعني قبل ما نعرف للمستمع الكريم واش معناها الموت المفاجئ، ماذا بيا فقط نشير الى اول دراسه اجريت في هذا المجال. طبعا هذا الموت المفاجئ يعني ما كانش من قبل ما يعني ما كانش يحظى بدراسات يعني معمقه ومتخصصه. طبعا اول دراسه قمت في هذا المجال هي دراسه في 1948 وتدعى يعني دراسة فلامينغهام. هذه فلامينغهام هي مدينة على بالمناسبة مدينة أمريكية، طبعا مدينة أمريكية تقع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. هذه الدراسة تعتبر دراسة وبائية طويلة الأمد، يعني حصلت دار دراسة يعني مدى طويلة وأجيال حتى أجيال. هذه الدراسة طبعا علاه داروها في المدينه هذه الامريكيه؟ لان اول حاجه اعتبروا بلي هذه المدينه مدينه تمثيليه للشعب الامريكي، وثاني حاجه لان هذه المدينه كانت قريبه من جامعه هارفارد المعروفه يعني الامريكيه المعروفه اللي فيها كليه الطب معروفه ثاني جدا، لهذا داروا الدراسه هذه. بدات هذه الدراسه ب 5209 شخص. طبعا بدات بالعينه هذه، والدراسه هذه هي الان يعني حطت على مدى ثلاث اجيال يعني، والجيل الثالث للدراسه هذه ادرج سنه 2002. في عام 1969 تم يعني من 48 من 1948 حتى 69 تم توقيف هذه الدراسه، طبعا لانه ما كانش هناك تمويل لهذه الدراسه، لانه كان المعهد الوطني للصحه هو اللي مول في البدايه هذه الدراسه، وبعد قطع عليهم التمويل التجؤوا طبعا اللي داروا الدراسه هذه التجؤوا الى القطاع الخاص. والقطاع الخاص بقى يمول في الدراسه هذه حتى عام 1971، حيث استمر عاود المعهد الوطني للصحه تمويل هذه الدراسه. علاه اخت رشيده يعني قلت يعني فصلت في هذه الدراسة؟ لأن هذه الدراسة كان الهدف تاعها في البداية هي أمراض القلب والشرايين، يعني ما كانوا يحوسوا على واش هي الأسباب اللي تؤدي إلى مثل حدوث أمراض القلب والشرايين، الأسباب والمسببات يعني الظروف كل ما يحيط بهذه الأمراض. ومن هذه الدراسة طبعا من هذه الدراسة طلع للوجود المفهوم الطبي ولا المصطلح الطبي الشهير لو فاكتور دو ريسك، يعني عوامل الخطر. يعني فضل الدراسه هذه دخلني معنى هذا الجديد تاع لو فاكتور دو ريسك. عاد مهم جدا اي مرض لازم نحوسوا على فاكتور دو ريسك باش نلقاو العلاج المناسب. وهو كذلك اذا دراسه مهمه جدا مكنت من وضع الخطوط العريضه للاسباب اللي تقف وراء عوامل الخطر لبعض الامراض اللي تؤدي الى الموت المفاجئ. من هنا نفهم دكتور انهم قدروا يعرفوا الاسباب اللي تخليت الموت المفاجئ يحدث عند الاشخاص البالغين. طبعا الخلاصه تاع الدراسه هذه مدوا تقريبا تعريف من بعد ذلك للموت المفاجئ، ونقدر نعرف الموت المفاجئ بانه
الموت المفاجئ هي وفاة طبيعية يعني ظاهرة هي وفاة طبيعية تحدث نتيجة تطورات مرضية سريعة غير متوقعة عند شخص ظاهريا بحالة طبيعية ولم يشكو من أعراض ظاهرة قبل الوفاة أو يكون قد عانى من أعراض طفيفة يعني غير ملفتة للانتباه طبعا للمحيطين به لمدة قصيرة قبل الوفاة لم يكفي الوقت لكشف عن أسبابها أو مباشرة علاجها يعني الموت المفاجئ هذا يعني يقدر يسبق الموت المفاجئ علامة أعراض يعني بسيطة ما تلفتش انتباه المحيطين وتتطور هذه الأعراض بسرعة ويحدث الموت المفاجئ طبعا على حتى ندرس مهم جدا على حتى يعني ندرس هذه الظاهرة يعني ظاهرة الموت المفاجئ مهم جدا لأنه يعني حدوث الوفاة بصورة مفاجئة عادة ما تكون يعني عادة ما تكون باعثة على الشك والريبة يعني في كيفية وأسباب حدوثها كوجود شبهة أو فعل جنائي ولا سيما إذا سبق الوفاة حدوث مشاجرة أو مشادة بين المتوفي وشخص آخر يعني هنا نشك باللي كاين طرف آخر يحدث الوفاة مما يصعب معه تحديد مدى الدور الذي لعبه هذا يعني هذه الحادثة في إحداث الوفاة يترتب طبعا على هذا الأمر عدم تحليل شهادة طبية بطبيعية الوفاة وبالتالي عدم استخراج تصريح الدفن وإبلاغ وبالتالي إبلاغ سلطة تحقيق الاشتباه في أسباب الوفاة والتي هي بدورها تقوم بتعيين طبيب شرعي باش يشرح هذه الوفاة وباش يطلعهم على الأسباب الحقيقية للوفاة طبعا كما قلنا من قبل هذه الحالات هذه يعني تشكل جزء كبير من عمل الطبيب الشرعي طبيب الشرعي دائما عادة ما تكون في حالة اشتباه سواء من طرف العائلة أو من طرف المصالح الأمنية إذا مهم جدا أنه الناس تعرف ممكن المستمع يتساءل معنا وأهم محور راح يكون معنا أنت تكلمت في الدراسة اللي أشرت فيها أنه يعني بفضلها عارفوا العوامل الخطر اللي تقف وراء حدوث الوفاة نقدر نتعرف على أهم هذه العوامل دكتور طبعا هي عوامل يعني كثيرة وأسباب كثيرة للموت المفاجئ طبعا المستمع الكريم فقط نقول له باللي هذه العوامل يعني لقوها بعد ما يعني بعد إجراء عملية طبعا تشريح للمتوفين عليها خلصوا هذه العوامل والأسباب وللتقسيم حتى نقدر نسميه تقسيم لأنه هذا التقسيم هو تقسيم تشريحي يعني تقسيم تم بعد ما أجرى عملية تشريح هي كاين طبعا شويه تركيز هنايا طبعا كاين هنايا مجموعتين من الاسباب للموت المفاجئ كاين الموت المفاجئ العضوي ولا نسميه بالفرنسيه لا مورسوبيت اورغانيك يعني يكون هناك اسباب عضويه للوفاه وكاين اسباب وكاين المجموعه الثانيه للاسباب نعيطوا لها اسباب الموت المفاجئ الوظيفي يعني لا مورسوبيت فونكسيونيل هنايا ما تكونش هناك سبب عضوي للوفاه في الجزء الاول الاسباب اللي هو الموت المفاجئ العضوي طبعا تجي على راس القائمه هي الامراض جهاز القلب والجهاز القلبي والدوراني لي مالادي كارديوفاسكولير طبعا هادو هما اللي يجيو في الاسباب حدوث الموت المفاجئ نقدروا نذكروا بعض الامراض ولا اللي تدخل في هذه المجموعه اللي هي لي مالادي كارديوفاسكولير اهمها طبعا واللي هو المنتشر كثر ويعرف الناس اللي هي انسداد اوعيه تشجيع القلب اللي معروف بلي ديام ولا فراكشر دي ميوكارد هذا اسمه اهم سبب للموت المفاجئ اللي سببه امراض القلب كاين كذلك احتشاء غلاف القلب اللي هي لابريكارديت كاين تمزق عضله القلب كذلك لا روبتور دو كور كاين التخثرات والانسمامات القلبيه اللي هي ترومبو دو كور طبعا هذه اهم الامراض اللي تخص القلب والشرايين في الرتبه الثانيه تجي امراض الجهاز التنفسي هذه ثاني من الاسباب اللي تمد الموت المفاجئ كذلك نذكر من الاسباب هذه لومبولي بولمونير اللي هو الانسمام الرئوي الارتشاح الحاد للرئه الوابي لودوم انكو دي بومون البنوموتوراكس كذلك من الاسباب اللي تؤدي الى الموت المفاجئ الالتهابات الرئويه الحاده
وليت الضمان الازماتيك اللي هو رب ازمات الرب والحاده. هذا كذلك يؤدي الى الوفاه، الموت المفاجئ. السبب الثالث اللي هي امراض الجهاز العصبي المركزي، لي مالادي او بيان لي انفيكسيون جيستينير في سونترال. هذو كذلك يحدث الموت المفاجئ. نذكر من اهمها هي النزيف المخ اللي هي ليزيموراجي سيريبرال. كذلك تمزق بتجمعات الأمراض الدموية اللي هي روكتور نيفريزم سيريبرال، نزيف بأغشية المخ ليزيموراجي مينانجي، الأورام والإنترنت المخ اللي هي لي تيمور ليزابسي دو سيرفو. نذكر كذلك كسبب آخر في هذه المجموعة اللي هي الموت المفاجئ العضوي أمراض الجهاز الهضمي. كذلك لقينا بعد إجراء عملية تشريح بلي كاين أشخاص تعرضوا إلى نزيف هضمي حاد، زيموراجي ديجيستيف ماسيف، تمزقات بالتحال والكبد، كذلك روبتور دو لاغاب إي دو فوا، التهابات حادة للبنكرياس، لي بونكرياتيت إيموراجيك، وكذلك أكياس الكبد. لي روبتور تاع تاعهم لي كيست دو فوا. كذلك مدوا في لقينا في حالات تاع موت مفاجئ. سبب اخر هي امراض الكليتين لي زافيكسيون دي غان. من اهمها هذو الامراض التهاب الكليتين نيفخيت، ومرض السل الكلوي اللي هي لاتيبركلوز غينال بيلاتيرال. وكاين اسباب اخرى اللي هي امراض طبعا لي زافيكسيون جينيكولوجيك عند المراه، امراض الجهاز التكاثري المراه، وامراض الغدد. هنا كذلك لقينا ثاني بعض الحالات لكن ما تجيش يعني بنفس الاهميه كما الاسباب الاولى اللي هي امراض القلب وامراض الرئتين. هذو تما اهم الاسباب اللي يؤدي الموت المفاجئ العضوي. الان بالنسبة للموت المفاجئ الوظيفي، طبعا هنا فقط نقولوا باللي في الموت المفاجئ العضوي هنا تسمى لو ديغنوستيك فاسيل، يعني هنا اثناء عمل التشريح راح نلقاو يعني سبب، يعني سبب واضح ونشوفوا بعين مجردة. يعني هنا شوفوا بمجرد ما تشريح حالة الوفاة راح تلقاو طبعا نشوفوا السبب باين وواضح. هنا في المجموعة الثانية اللي هي الموت المفاجئ الوظيفي، هذا هو الاشكال تاع طبعا تاع الطب الشرعي. هنايا كاين في المجموعه هذه كاين ثلاث حالات ولا ثلاث اسباب. كاين الحاله الاولى وين نلقاو كي نديروا عمل تشريح نلقاو سوابق مرضيه، نلقاو ان باثولوجيك بري اكزيستون نعيطوا بالفرنسيه، يعني احنا نلقاو علامات واعراض تقول بلي الشخص هذا كان يعاني من قبل من مرض معين لكن كان متخفي. يعني متخفي وتسرعت يعني تسرعت المضاعفات حتى حدث الوفاه. طبعا التشريح يكشف علامات امراض مزمنه من دون مضاعفات حديثه، يعني ما نلقاوش دي سيناريسون تاع لا مالادي. منها يعني من بين هذه العلامات التهاب عضله القلب، التهاب الاوعيه التاجيه للقلب، التهاب بالغشاء الخارجي للقلب، ونلقاو ربما نلقاو التهاب بالكلية ولا التهابات رئويه. لكن هذه الالتهابات الرئويه تكون يعني ما تكونش ريسون، تكون قديمه يعني نقولوا كرونيك، يعني تكون مقبل مزمنه لكن ما كانش حس بها هذا الشخص. طبعا في هذه الحاله يمكن ان تكون مسبب الموت، يعني ربما يطرح واحد السؤال يقول لك وكان عنده هاد تسمى كان عنده هاد المرض والاعراض وكان ما كانش حاس بهم، واش سبب الوفاه؟ هنايا طبعا بعض الدراسات يقولوا باللي سبب الوفاه ربما يكون جهد زايد مبذول، جهد مبذول زايد، ولا ربما تكون البروده، ولا تكون اون ايموسيون عاطفه سبت هاد الوفاه المفاجئه. ربما تكون ثاني عمليه عسر هضم، يعني واحد يكون معدته ممتلئه تقدر ثاني في بعض الحالات تسبب له موت مفاجئ. ولا ثاني في حاله سكر، يعني حاله السكر تقدر تمد لك ثاني كذلك، بالاخص يكون الشخص عنده تسمى كما قلنا مريض من قبل وما كانش على باله. طبعا مع ذلك لا يمكن يعني بالقول بان الوفاه طبيعيه الا
نحكي في الحالات هذه لا يمكن بالقول بان الوفاه طبيعيه الا اذا يعني نفينا ولا نحينا الاسباب التسمميه. يعني لازم نحيو الاسباب التسمميه نديروا لإمكانية تسمم المريض باش نروحوا نخلصوا لأنه الحالة هذه الموت المفاجئ الوظيفي. طبعا بعد ما قلنا بلي الموت الوظيفي نقدر نلقاو في الحالة الأولى سبب اللي هو ان ايتا انتيريور يعني بري اكزيستون يعني نلقاو سبب مرضية. كاين الحالة الثانية وين يكون الموت المفاجئ الوظيفي باغ انيبيسيون يعني نلقاو حالة تطبيط يعني حالة تطبيط الجسم. كيف نعرفوا هاد الحالة هذه يعني لا مور سوبيت باغ انيبيسيون؟ طبعا التطبيط هذا هو ناتج عن وقف مركزي يعني من على مستوى المخ للدورة الدموية والعمليات النفسية. طبعا هنا التوقف يكون مركزي يعني توقف الدورة الدموية ولا الجهاز النفسي توقف مركزيا بعد إطارة لمنطقة حساسة في الجسم اللي هي نعيطوا لهم حنايا لي زوند ريفليكسوجين. من بين هذه المناطق منطقة الحنجرة يعني مقدمة الرقبة، لا ريجيون ايبيغاستريك فوق السرة بالبطن، تحت المناطق هذه تحت الأذن كذلك لي ريجيون ريترو اوريكولار والأعضاء التناسلية الخارجية. هادو حنايا معروفين كأعضاء يعني قابلين للتهيج دي ريجيون ريفليكسوجين. في أغلب الأحيان كنحوسوا على التاريخ يعني تاع الشخص هذا، كنحوسوا نشوفوا على حتى الشخص هذا بالذات تعرض الى انيبيسيون الى تثبيت وبالتالي موت مفاجئ. نلقاو يعني بعد اجراء حوار مع الاهل تاعو نلقاو باللي الشخص هذا كان شخص توتري وعصبي ولا كنلقاو ثاني شخص كان في حاله امتلاء كلي للمعده يعني شخص كلا يعني كما نقولوا كلا بزاف وتعرض الى يعني انفعال وتعرض الى حتى ضربه يعني بعد نحكيوا عليها. ربما نلقاو ثاني شخص كان غير مستقل نفسيا هذه ثاني تدخل في هذا الاطار. وهذا الشخص الغير مستقل نفسيا كاين عوامل تسارع له في هيجانه، منها الخوف والغضب والانفعال. طبعا العوامل هذو يعني يسارعوا له في احداث الوفاه. بالاضافه الى سجلوا حاله كذلك الى اضطراب الجهازين الغدد والتنفسي عند مثلا في حالات تاع اجهاض جنائي. يعني كاين وحدين داروا يعني كاين نساء داروا اجهاض جنائي وماتوا في يعني في العمليه وكيجاو يشوفوا واش السبب تاع الوفاه لقاو بلي يعني ما لقاوش يعني اون موراجي امبورت ما لقاوش يعني دم كثير ولا لقاو بلي هناك يعني انيبيسيون تثبيط يعني صرا اضطراب الجهاز الغدادي العصبي بحيث ادى الى وفاه باغ انيبيسيون. طبعا الموت هذا باغ انيبيسيون بالتثبيط يعتبر موت مشبوه بامتياز لانه يحدث غالبا يعني غالبا الحالات اللي شفناها يحدث غالبا بعد حوادث وصدمات. يعني نعطيك مثال اثناء يعني ممارسه رياضات الملاكمه والجيدو يحدث يعني هناك يتلقى الشخص هذاك لكمه على مستوى يعني قويه على مستوى على مقدمه الحنجره ولا خلف الاذن اللي قلنا هادو مناطق حساسه ويحدث الوفاة المفاجئ. هنا بالنسبه للناس وهنا يكمل الاشتباه في الوفاة. كذلك كما قلنا من قبل في حاله الاجهاض او في حاله الغرق لقينا الحالات غرق وين الشخص مات مش بعد ما
يعني دخل الماء الى المجاري الهوائيه، ولكن الشخص هذاك مات نتيجه حاله كما نقولوا انيبيسيون، ربما كان كما نقولوا اثناء يعني الغرق تاعو اصيب بهلع بخوف، هذاك الخوف هذاك سبب له تثبيت يعني تثبيت للحاله تاعو. والسبب الاخير، السبب الاخير ولا الموت المفاجئ الوظيفي اللي هو نعيطوا له حنا الموت المفاجئ الاساسي، لا موت سوبيت ايسونسيال. هنا في الحاله هذه طبعا عمليه الشيخ تكون بيضاء، يعني بيضاء يعني نقولوا لوتوكسي بلانش، يعني في الحاله هذه ما نلقاو حتى سبب، يعني ما نلقاو الطبيب يعني وحتى بعد اجراء التحاليل المخبريه ما يلقى حتى الاسباب الاولى للاسباب الثانيه، طبعا ما يلقى حتى سبب. وطبعا هاد الحاله هذه يتم يعني توصيفها واثباتها الا بعد ما ننفيو كما نقولوا الحالات الاخرين، يعني بعد ما نجريو جميع الفحوصات وجميع طبعا اختبارات على الـ على الـ على المتوفي. هادو هما كما نقولوا الاسباب الكبرى، يعني طبعا هي يعني كل حاله ولازم لها سؤال كبير دكتور، هل ممكن ان تكون فيها وقايه في هذا الموضوع، مثلا اذا خاصه اذا تعلق ببعض الامراض؟ طبعا الهدف الرئيسي تاع اطاره مثل هذا الموضوع هي الوقايه من هذا من هذا، يعني اي شخص يشك في روحه مريض لازم يتابع بدقه. هي مهم جدا. نقول لك رشيده باللي ربما احنا هنا ما في الجزائر ما داروهاش، بصح في دول اخرى قاموا باجراء. طبعا اي شخص يتعرض لواحد من الاسره تاعو لموت مفاجئ مثل في فرنسا ولا في الولايات المتحده الامريكيه لازم يجريو سيستيماتيك، يجريو فحوصات على بقيه العائله، لانه وجدوا انه في 40% من الحالات لقاو باللي العامل الوراثي تاع هذا الشخص هذا اللي حدث له وفاه المفاجئه لقاوهم باللي عانوا يعني عانيوا من مشاكل صحيه، هي مش مشاكل كبيره بصح كانت يعني كان سبب باش هما يبداو في متابعه الحاله تاعهم. مهم جدا. وطبعا الهدف الاساسي من اطار يعني من اطار الموضوع هذا تاع الموت المفاجئ جوستومون هو الوقايه. طبعا كيف تكون الوقايه في مثل الحالات؟ الوقايه من امكانيه حدوث الموت المفاجئ تبدا اولا باتباع طرائق الوقايه من الامراض المزمنه المعروفه والمسببه لاهم مرضين اللي هما امراض القلب والشرايين. طبعا واحد كي والسكر، طبعا والسكري، طبعا واحد كيتابع ويتبع الاسباب هادو اللي يؤديو كما قلنا من قبل فاكتور دو ريسك اللي يؤديو الى الامراض هذه، كيتبع ويدير الوقايه احتمال كبير يعني ما يوقعش في مثل هذا مثل الموت المفاجئ. طبعا والامر بيد الله. طبعا هذه تسمى الخلاصه كما يقولوا خلاصه الدراسات اللي صراو، هذا لا يمنع باللي يعني احنا كمسلمين بما نؤمن بالقضاء والقدر وتبقى كذلك انه الحكمه كذلك في الوقايه انه لا نلقي بانفسنا للخطر، تبقى الوقايه تدخل في هذا الاطار، ونتمنى دائما موفور من الصحه والعافيه لكل مستمعينا. شكرا جزيلا دكتور على اثاره هذا الموضوع المهم جدا، واعتقد انه اي مستمع يشك في روحه انه يعاني من بعض الاعراض اكيد راح يتابع الصحه تاعو بدقه، لانه حقيقه الصحه هي تاج فوق رؤوس الناس، لا يراه الا المرضى دكتور. نتمنى